بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني وأحبتي من النار. إخوة الإيمان، تمر بنا الأيام والليالي يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، فيبلى الجديد ويقرب البعيد، وكل يوم يظهر في الحياة شأن جديد. أيام تمر وليالي تتكرر وأجيال تتعاقب، فهذا مقبل وهذا مدبر، وكلنا إلى الله سبحانه وتعالى سائر. كل حي سيفنى، وكل جديد سيبلى، وكل شيء سينتهي. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والسنة عدتون جاري عدتون تنهاواني النها، من يجد الجديد يدكور ذا قديم، ونيجي نظام زيانة ذي وساع صح طاح، من يجن يدكور يوذس ارموت. انت عيش ذي وقت الناس كونها ضهاد حاجة جديد دي الحياة الحاجة تمع عنانت وش تفتن بنادم نهاني نزش تفتن يوذن الزشت كنها مار دقن الفتن سرهانت بنادم خل حقيقة التي لا مفر منها، سرهانت شك خل عبادة. الإنسان يرهف يتزر وراء الدنيا، ذير وسط انتو بوهريات تيرات تزر يذورهفة. الله عز وجل تبدر زي الحال غا الحال تق رعمان يفغ يقع ظهر بشك تزرد اواني الحوج وسكنت تد الحقيقة تا ويروسن السوقة ويروسن تزرية تمنيات الخدمت ثاروت ثوذرين تمنيات الزشت ثا ثا بقش قاعد دور ذي أخوات كان وثقيم تذ الحقيقة الكبرى التي لا مفر منها ولا مهرب عنها مهما طال الزمن أو قصر. يقال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. خمني غثيرين لابد زيد إغمن غهم سرق ذاك الموت، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة زيد فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه ملاقيكم لابد زير موت لابد كستم سرخين لابد في أي مكان تكون من ما غثير إذا غاكديس
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإلى الله نشكو قسوة قد عمت وغفلة قد طمت وأياما أضعناها قد انتهت وطويت. هذه هي الدنيا الدنيا يا إثمان، من عاش فيها وني ذي صغيعش مات لابد تمثل وني موثن يعذو صافي الدور ذي زي البصاغ. وكل ما هو آت آت من يقيم ودوسي قد يس، شو ما تخص مين يقيم ودوسين قيوذس. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت، يقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما كنها توقع كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، كنا فلان وفلاني موت فلان وفلاني موت، وسيأتي يوم سيقولون مات عمر قد يسجنا أذين أمين موت سعيد موت حسن موت يمنة موت. تسن الحياة نهار التقرج توشى، نهار ملك الموت يزدين قزيش كيروح يكسي عمارين توشى دين قزر عمارين أدس يكسيش ثقيت جاتي الطاوينش ثا مرة ثيلة تيتورم ذي الدنيا ما حندش صغفرن خنهارا. الشيطان ميدا سينا ربي جاية اليوم الآخر جاية رنكا ما حدا كذي جار هذي وزوي كي صغايا وغا جهنم. عمر عبد العزيز أي عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى إن سجن العالم عظني شي شكون سيخوذ إيني من غقل. قال له لست أول خليفة تموت وجبوت شكذن الزواي حكمني غير مثل إن ثانيين زدني. قال ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت. زي آدم عليه السلام أربابش مرة ويعيشني يموت، وسيأتي دورك يا عمر وسيأتي دورك يا عمر. قد يصدق النش أفران أفرانا قد يصدق النش قد يصدق النم ويقوش ويقوش. فبكى عمر رحمه الله وخر مغشيا عليه. تقعد ننظر رغم ذلك تقعد بنو من سن تقريبا انعدمت ولو تغسلوا ما يحس انت يقدنوا ويكابوا ذيك قيام الليل. قيام الليل وجبوا فرض تغسل غاسلني هنا فرض غسل في النار ها يعطى يزارس شني الجغش الحسن يجيت يحس بيت انت يفرط وجي شنو ثيرات النغن هاني ذا مي موات جيت واخد اك يا ودي شن خارت نخدم في غاك ها من مواتي من مير وقت الوقت العبادة والو يهز ريث الدنيا جيني هنا غانقوشي وقت النص. لكن العبادة نغي الطاعة الله عز وجل ذي التوذ العذر. هذه هي حقيقة هذه الدار ثدث هذه انت عشت تذ حقيقة النص ممش ذي سنة ربي مش تسمى ممش يسمى ثدث متاع الغرور. فحياتها عناء ونعيمها ابتلاء وملكها فناء العمر فيها قصير سقسف نوح عليه السلام والخطر كبير والمرء فيها بين حالين اثنين اوقات حال قد مضى وسطر وانقضى غاك 40 سنه 40 سنه تعذو ثوراخك تقضى وأجل بقي من دشي قيمنا رغث مثل لا ندري ما الله سبحانه وتعالى
قاض فيه من يقمنا نغنمث والسمين دي سغيق ربي ذي الوقت. أما من يعذون يعذو شو ما ينولو خاس اشتستلو الناس قوى بدا تصحد بدا تبورد قوى يقيموالو. يقال الله عز وجل يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سورة غافر. ثم يقرن ذي النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يقرن ذي التوبة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقى السباعي رحمه الله تعالى من تعلق قلبه بالدنيا لم يجد لذة الخلوة مع الله، ومن تعلق قلبه باللهو ثيرات تسنتيرات تسنتحاشت لم يجد لذة الأنس بكلام الله. طز يشور من زي الطس الطس نتيرات خصوصا جا الإخوة الطس نبروما توحرت يوم سرم يوم نتوحد الله عز وجل ها ورني يتقسح. ومن تعلق قلبه بالزوجة والولد لم يجد لذة الجهاد في سبيل الله، ومن كثرت منه الآمال قوايت من تحد إلا وغاسب تجي في النساء ذي قطص النحواج الجين تغفى لم يجد في نفسه شوق إلى الجنة. شنها قيم ذمو شغل الجنة يا صدار تبذي ذي ترود خل الجنة ها؟ إخوة الإيمان كم نحن في حاجة إلى أن نجدد الإيمان في القلوب ثم نكس عنها القلوب غبار الغفلة والذنوب ثم نكثر من التوبة والاستغفار ذو الرجوع إلى الله عز وجل. مرة نحوج نجدد الإيمان النظر مين زي غير يجدد الإيمان سالعمل الصالح مين ترشك واتقد الأمال وثقار بضغار بكتاس والسند وزمات للدد نغاد السند ومقان الإيمان نغاد يقعد مين زي غي قاعد سالعمل الصالح. مرة ميخي هذا ربي ذونيش غيس قاعد الإيمان مرة ميخي سخط الله عز وجل وثيق بر هكو يضباخو سيرو ذي الإيمان هكو. إذن أقا كنا قسان سبحان أزر الله عز وجل قرن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. كم من حبيب ودعناه شحال نيوذن عز خانض نروح كيس نضريث. وكم من قريب شحال نجنز العائلة النظيفة فاميليا وماش يماش ها سندرت سوفوس النش. كم ممن نزلت به سكرات الموت عيناه مش حاي وذا نحطي بنادم يتمتع ها قشت في ذي الموت يتمتع فتراه وقت خزة من دي خزة يخزة ذي ثوانس يخزة ذي همغاث يخزة ذي الأحباب نهني خزان ذيس يتسرى ياسن ويزمى ذي السور نهني توالان تتكهاق تتمتع وازم ما تنفع سوالو روح عود مرة يضبي بني الجنس نجث مرة والذي بعث محمد ما تنفع تنقى ناس المكتب ضنها نمش دقان تقيت قباري في التاوين. قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس زيد معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إخوة الإيمان من المفتشي ذي الموت الحباب الذن تكا ديسن واسن من غنوضة عشفن ذغية تسقست مثي دعون قواي السيوير تست مخوم ديار والو تهزيت والو خميني توران ذي الموت ايوا قبريت الرس غمو بني غدي الريس غالقبلة اجنا كي ساور والو لا يموت ايوا قناص في الطاوين ضغية سياديف هيوا ضغية قسر كفن خميني ثغا كفنن هيوا سوف غيث زيت الدهن نصر الله ماذا نيت السنس سوف غيث ندار خشتنانيك شوان عبوت كسيت وشي تقن دقة إني خعز إني شي تخسن كسيت خميني ثغا السوفون أثوين سادو ثماث اش ساس ديني اخا قدار نزراني اذ بلع انت واتجي انت توت اخي كتز بلع زيد بلع 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 هيوا السلام عليكم اش الجنديني سادو شا اش دار نسوع على اذويا كانهم لم واش صينا خاك عقرن يمينش غير ينفعني مش غين فان ديجا ما تسلمس سور ذرا قرني غلا قد الحقيقة شي تراجان تهقش من شي تراجان في بوخاش اني موخ مني دغاي عرنا زرو ذا فنشان تبوخاش تهن تبلعن اش دار نسوى على الله عون شك ذا العمل مش خدني لازم ما تنقرب ذا شك ذا العمل مش إخوة الإيمان ذي النجن تجيرت على كل واحد منا كل الزين يخصد صيح فاضر مخنس في ذاكرة هاتيج أتيك جا في الطاونس واتيتتو يجن تجيرت ليلة حل فيها الضعف مكان قوة أذي ضيرس أذي واغغنبو في الطاونة ضغرينت وزمات السورد لأنه سنتيد الأوامر خرص قد السورد ها والو خزاد وزمات قد والو الحزن محل فرح تقعد حشد قديد ساعتني والو سكرات الموت محل ضحشت تضحشتني تقعد تقدر خوالو قشدي سكرات الموت فلا القوة تنفع القوي إرمي غهيري واش تنفع القوة مش. ولا الذكاء ينفع الذكي ما يقاش لي يستوني واش ينفع ذي النوال المعقول ولا المال ينفع الغني واش تنفع إجن الحاجة يقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد من تقدم من النهار من السجد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أكبر بس مرة من تك حتى من تبين صعب ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون وتتوبوا ربي وتتوبوا الصلاة وتتوبوا يا زمي وتتوبوا الفرائض خاكي فاض ربي وذي سنت التيرة قاغار وقت اني غار وقت اخن السوارات حواج الدقة اني تقن دقة نهني غاي خسر اقرب لا يستوي واجبو كيف كيف
أصحاب النار وأصحاب الجنة عماس وني حارق شنو وني تنعم قرشو جيبوه كيف كيف أصحاب الجنة هم الفائزون ويا بحن وغينعم أصحاب الجنة إني خذ من ذا دعان الله عز وجل زسني قبل ذينا إخوة الإيمان تأملوا غاث القرآن وتدبر الآيات يكرر الله عز وجل في ذكر الموت ثم الإخبار عن دناءة الدنيا وسرعة فنائها وانقضائها قال هتزاد ربي من يقاخ الدنيا مش غفعذو قال غيامة تقضى ثم الترغيب ذي الآخرة ثم يخبر عن الشرف الناس الدوام الناس الأخيرة نربدا يا أيها الناس إن وعد الله حق لابد لابد زير مكت يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا قاش تغار من مش تغار إني يعذون قاش تغار الدنيا أوان ربي ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إيوا فاتخذوه عدو رجك قدر عدو قايو الزوشي ويغا جهنم شتقت ذم الدوكل كور الصباح قاشكيس زيد سا قدر عدو رجك الشيطان عدو النش يزوخا كيف شتقت ذم الدوكل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أقش من مشيت كذا الدكر عنده شي جار ركيس اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة في الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إخوة الإيمان الدنيا يظن طف الدنيا ينققور يتقذم تنفاسيت سريعة الفناء طغية ما تعذو الله عز وجل اللي قارش الدنيا واسكوي غربي جناح بعوضة واسكوي غربي آفة انت ناموست واسكوي ربي الدنيا ميمي لأنها ثانية رحشت ويجينا تمث من غسوة معك تغي ما يربدوا معليك الدنيا يا سكوى غربي شنحش أقسم بالله الذي لا إله غيره يين يتحارب ربي مزيس نركس ومن إين يتحارب الدين ربي والله مزيس نركس ومن لكنها مدام واسكوى أقامت أين نيران نغسي جمجنة جمود غيب ليبانيس يتقطع سنرخا نشين تغيرانا كريستيانو ولكن يتوز دي جنو اقتروح قيم السور غاكيس إن يتب ينساق جمع فغض زي الكيروفانو وفيق كاسيشن 120 يامادة سبردي بس إن يضرق الإشاعات بالنموثة انتحر يعني سويسيدان إن نشيني مسرمن أو نتين نشيني مسرمن شفاح نغس ها يعني ذا مسرمن نغس مين مواد تيزدغ حمزيدا تزجي ديني تزجي إني مش أكو الشي دي ثداث نغس لا مش أشك ربي فرض خاكة حتى مزيدات المهم السور نغس قادين نشي نوذان نغس شنو أشكر خو السور نخاكة طاس نوذان رومي أوذي مرة تشكانشك انت تروماتولوغ ني خسان ني غسولفتي نواد تيزدغ حمزيدان ني غسقادين ني شنيودان ربي
خميني تقنشان حاش تصبح تخدصي هندي الدنيا تيشص نطاس إنا يمين من الناس إنا يوم القيامة واتاسن والو شي صغوي إنا إلا نشوزو يوم القيامة إنا غاس تنزيد مخساتي ريد مسرم لابد الدنيا يا تعذو يا ثم تعذو الإنسان هذي يريد خويسي نخفنز بيرو يري إيري إيري صريح إيري عادل بالله عليك مال الجنة سل أعمال هذا سني الزان شيني السلف النق قاكو شيقيت طوي زمان هاي تستنها أقرنسي زدقي ثمار ماني جواني تذش غيني نخزا غاري هنين تمغاري نخضا هني شي عجبن أستلقى غد ثوي ذا قرينو فاقيد خنين زينيش كزينيش ماني جد قنهارة يسمح يسمح زيد مواظار ما ثما حند ديال الاسلام هذه قيمه كان الرسول صلى الله عليه وسلم انت تو تعيش في وقت نسنت واني هني الوالدين الريكو في مقران سمح من اجل الدين يسمح دي كلشي ها جان زي مكه غا المدينه الساس مره بالحطيار رض الساس من اجل لا اله الا الله يمين تقنشين من زي غانا في الجنة تستازي الله عز وجل ذا مغيح الدنيا سريعة الفناء قريبة وسقم ولا تقضى تعيد بالبقاء ذقغ 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 ثم تخلف في الوفاء زيد اقش من غهقل شار اتقذ شار كان جدنا تسود شن حاجت مين غاي السول مالي كين غاي السولني وغاي تجي فرانك من زغاي مونسو ربما وني وغاي تجي من زغاي مونسو ذي نعم ونغنى ذي حق إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجبوني غاي جنت الإنسان يخزى ذي الدنيا يتوارد في بد مستقرة يتوري وتوت تنهزي وهي تسير سيرا عنيفا في الطاو شقواد ثاري ذرخوا لكن الناظر إليها لا يحس قواد ياري ويتحسي شص الحركة تنمس تبين ساتني ذي أقش ذي تيارة ها تقغجوا ما يموري تقوض ذي قال سدي هو الدقاء إمعك ثم أدام خطيقة مني إيه الزقيقة هزل زالي تقام وتغط تانان زاي تنهز في مواث يقضي من يا رب قبر غيش سهوى يفزنا دي هو ونزا إنا تتانان زاي ايه من دوم تغوش من زي من تقي خميني تنهز في مواث قزرين يا طب إنسان معك ها اتك غا ثمين وتوات تك تك ها شتوارد أورا ونمار إنسان خمني توار ويتحسي ثم تنهزة يتعتقد أنه ذي غيق صافي النس هذه الدنيا أيها الإخوة ليس فيها لذة إلا وهي مشوبة بالكدر وليس فيها سرور إلا وهو متلبس بالمنغمسات شبابها ثمزي لا بد تستكسع صحة لا بد يسر هرش أقش خوان زمالان هذا الركوع السجود يو بروبيتش ما حد يتزمال نعيمها في النهاية حسرة وندم وني غي جاي واقرا وتسخدم ويسن تسخدم يوم القيامة ذي قمة ذي زعثاه التصني وذن سوى جرنس أبي حاجة جهنم التصني وذن أضواث نجر النس أزي صحن غال الجنة وجودها انتماثة لابد غال عدم لابد تكمل إن أضحكتك إن أضحكتك يوما ما رزحش الشومة اشتسروا يا الطاسما وإن سرتك حينا من الظهر أحزنتك أحيانا
تد الحقيقة هذه الدنيا ردقات إنما هي دار ممر ديج بوينت أتكروس هذا التعذيب ديج القنضة تتعذيب تد الدنيا وإن الآخرة لهي الحيوان الآخرة هي الدار الباقية لو كنا نعلم الآخرة التثير بدأ إذن إخوة الإيمان فعلينا أن نغتنم الأيام تسعثين ذن غقم ذو السنة ذن غقم بروبيت شامثن وخاصة هذه الأيام وهذه الليالي المباركة الشين قان غدي رمضان قاشهان يعذوني ذو في رمضان وجبو ذا رمضان ترتشاق بريس خاس خدمة ها الزوث السود رمضان الجمع ها رمضان قاشها الزيادة سقوامي ديوس قاود نعري رخوة إذن برويتشا في السنة ها أن برويتشا هذي سنخدم من زي سل أعمال صالحة وزود قاثي وران خامس سلني خدم شوية عقر منج ثو زود خطورا خاد خدمت انت واش دي تاع الريح الدرخبة ما ريت تقدش نحاج كي جا راش كذ ربي ثرود لا كون ربي تيقبر قيوم القيامة يجي نحاج تمزيانت ولك تني تقوى ذيك الإخلاص تقوى ذي سنية اش دي راه ربي شيني ثاقر يجي نحاج دوالو تكس ظازرو تكس تزيات نجاج تقوى ثارز تو غادي يسلم وحيد هذا خاص يوضاني غادي السبب فيك ستشك تو غاجد السبب زي السيدين واسي توقع والو ثني ممكن تيري السبب ما حدث في الجنة ثني وشينا تسو يوقزين عاهرة فلانة ها ثني تو غاجد السبب زي ربي غفارس السفيت الجنة ايوا نزار دي السعودية يوذن تشنديقو ميان ومان تشنديقو ميان بقذيوت ما روني غيو شنيش مقزينة دي سودية فنشنا لا لأن ربي السن نوع الإيمان ذي العمل اللي ما مشتقة فلذا آية صامغة آية ما غيسمى ودي عثبو الأعمال نرخاء نغت تقرب ما خوم دي دوري قيث لله جارش ربي اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات هذا فاغفروا لأخيكم زلاته ونسيانه وجهله وأقم الصلاة.